بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الف مليون مبروك، فزنا امبارح ببطوله افريقيا للابطال لكره القدم طبعا للمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مليون مبروك لمجلس ادارته، للاعبين، للجهاز الفني والطبي والاداري. الف مليون مبروك لكل واحد بيحب النادي الاهلي جوه مصر وخارج مصر. الحقيقه النادي الاهلي مش بس اكتر الانديه الافريقيه حصولا على البطوله، ولكن هو بيطارد ريال مدريد كاكثر نادي عالمي للحصول على البطولات القاريه. النادي الاهلي دائما ابدا بيحطم الارقام زي ما بيقولوا والانجازات. خليني ابتدي مع حضراتكم، طبعا مكسب جميل والفرحه جميله، بس زي ما عودتكم دايما بحب دايما اتامل في المكسب وجه ازاي وايه اللي مخلينا كده، عشان نشارك مع جمهور النادي الاهلي عبر شاشته مكاسب هذا، مش المكسب، مش الكاس اللي احنا شايفينه جنبي بس، لا، المكاسب الكتيره اللي بتيجي حوالين الكاس. خلينا نتكلم على امبارح. المباراه ما كانتش سهله بكل حال من الاحوال، زي ما البعض كان بيصورها قبل المباراه وحتى بعد المباراه ما خلصت البعض بيشكك ان المباراه كانت سهله خالص. المباراه دي او الفرقه دي خرجت سيمبا اللي هو كان بيتصدر مجموعتنا، خرجت الوداد واللي كسبت الوداد في المغرب في الملعب اللي احنا لعبنا عليه. الفريق ده خرج فرق كبيره مش فرق صغيره، اذا الفريق ده عنده كوره كويسه جدا. كونه ما اداش بشكل الطبيعي قدامنا من قوتنا او من رهبه لعبه قدام النادي الاهلي، ده جزء من قوه النادي الاهلي، وهي ان المنافس ينزل قدام النادي الاهلي بيقل في مستواه الفني، وده وضع طبيعي جدا لاسم النادي الاهلي حاليا، وطبعا التاريخ جزء من ده قدام اي فرقه في افريقيا. خليني اقول لكم كمان انه المباراه امبارح مش بس المكسب الفني، وطبعا كباتن اتكلموا في هذا الكلام كثيرا، ولكن الجميل ان النادي الاهلي في الدور قبل النهائي ودور الثمانيه اقصى فرقتين جامدين، سواء سان داونز في الدور الثمانيه وايضا في دور الاربعه الترجي. النادي الاهلي يعني تصدر مش بس المشهد وكان شكله حلو في الملعب، لا، كسب مرتاح، كسب مرتاح، عدى الفرقتين مرتاح مش بصعوبه. يعني النادي الاهلي مكسبه امبارح كان جاي من نتيجة دور، طبعا المجموعة أكيد كان مهم جدا، ولكن المهم إن أنت تأهلت من المجموعة دور الثمانية ودور الأربعة. الحقيقة كان دور مهم جدا ليهم، أنت وصلت المباراة الفاينل وأنت مطلع فرقتين كبار. المكسب اللي حضراتكم شايفينه اللي شفناه امبارح ده جاي من نتيجة منظومة كاملة متكاملة هي اللي بتطلع الصورة دي أو التابلو ده في الملعب. منظومة بداية من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، اللي يوم بعد يوم بيثبت بالنجاحات دي انه استطاع ان يدير النادي ومنه طبعا فريق كره القدم الى منصات التتويج وبقوه، لدرجه ان احنا حصلنا على بطوله افريقيا مرتين ورا بعض وبنعيد انجاز كبير كنا نتمنى نعيده. ونجح كابتن محمود الخطيب لاداره وقياده هذا النادي لهذا الانجاز الكبير. مش هو بس، كمان دائما ابدا كابتن محمود الخطيب بينسب الفضل للمجموعه اللي معاه في مجلس الاداره. مجموعة اللي شفناها كانت موجودة امبارح في الملعب، والمجموعة اللي ما سافرتش، كل واحد كان ليه دوره من مجلس الإدارة وليهم أدوارهم في ملفات كتير. الحقيقة مجلس إدارة متناغم متكامل وصل بالنادي للشكل اللي احنا شايفينه، ومش بس في كرة القدم، في ألعاب كتير جدا وفي الإنشاءات وافتتاح أندية أخرى وفروع أخرى، وصل بالنادي الأهلي لأمور الحقيقة رائدة زي ما بيقولوا في يعني التسويق الرياضي. الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي ده اول المنظومه، ولكن نتكلم عن الفرقه. كابتن موسيماني، الفكره اللي البعض تنبأ وتمنى فشلها، والنادي الاهلي الحقيقه تمسك بكابتن موسيماني، وكانت فكره جديده محدش قبل كده عملها، مدرب افريقي من افريقيا السمراء زي ما بيقولوا يجي ويقود النادي الاهلي. ويعني الكثير من المشككين قالوا ان لا، ده هو مش هينجح مع الفرقه. النهارده كابتن موسيماني بيثبت بالنتائج، وهو ده النادي الاهلي، ما بيردش بره الملعب، بيرد في الملعب. النادي الاهلي يعمل في صمت ولكن الرد بيكون في الملعب. كابتن موسيماني نجح في كل البطولات اللي دخلها، او مستر موسيماني نجح بشكل كبير جدا انه يخش بالنادي الاهلي في مرحله جديده من النجاح والتميز. مستر موسيماني والجهاز اللي معاه كمان نجح بشكل كبير انه يخلي النادي الاهلي فريق يخشى الجميع. تالت عالم النهارده للسنه الثانيه رايحين بطوله العالم ونلعب السوبر الافريقي، ربنا يكرمنا ان شاء الله بالسوبر الافريقي ويكرمنا بالدوري ويعادل الانجاز بتاع السنه اللي فاتت. مستر موسيماني الحقيقه
يعني عمل شغل كبير جدا وعمل انجاز كبير ورد على المشككين. طيب نيجي لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كثيرا بينسى دوره، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ نجح بشكل كبير لاعاده الانضباط في الفريق، نجح بشكل كبير لاعاده الهارموني جوه الفريق، ظبط اوضه اللبس، حب اللعيبه بينها وبين بعض. كابتن سيد عبد الحفيظ دوره كبير جدا جدا جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه من الاهلاويه انا على المستوى الشخصي يعني كان ليا الشرف التعامل معاه، بيحب النادي جدا سواء جوه النادي او بره النادي، فما بالك بتشتغل مع الكيان اللي انت بتحبه. كابتن سيد عبد الحفيظ بنقدم له من هنا تحيه كبيره يا كابتن سيد، احنا كبرنامج الابطال عمرنا ابدا ما هننسى دورك وننسى ابدا اللي انت بتعمله في الفريق، ونتمنى لك كل التوفيق وان انت دايما تبقى ليك نظره ثاقبه. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه نظره ثاقبه في اللعيبه، والتجربه ثبتت ذلك، انه بيقول وبيختار نوعيه لعيبه معينه بشخصيه معينه، وبيظبط هارموني الفريق وبيظبط اوضه اللبس. خلينا نقول على اللاعبين، نروح على اللاعبين. طبعا اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي الحمد لله احنا محظوظين، عندنا مجموعه من اللاعبين. قبل ما يكون هربط انا بالكلام ده كله، ولكن قبل ما نتكلم عن اللعيبه الفنيه، نتكلم عن الناحيه الفنيه. لعيبه صغيره في السن اكتسبت خبرات كبيره بالرغم من صغر سنها. امبارح في 3 لعيبه بالاضافه لكابتن الشناوي راحوا على طوكيو بيشاركوا بشكل اساسي مع الفريق، الفريق سنه صغير، وفي حتى المحترفين بتوعنا يمكن باستثناء علي معلول كل الاجانب اللي موجودين صغار جدا في السن، اكتسبوا خبرات كبيره جدا خلال سنه ونص. فاذا كل يتوقع يا رب يحميهم من الاصابات الخمس ست سنين الجايين، سواء محمد الشريف، طاهر، يعني توفيق، كل اللعيبه الصغيره اللي اكتسبت خبرات خمس ست سنين جايين ان شاء الله. احنا برضو بصينا على القاره الافريقيه، لا احنا خمس ست سنين ان شاء الله قدام احنا باذن الله هيبقى لينا كلمه كبيره جدا في الفتره اللي جايه. خلينا اتكلم بقى عن الحب اللي ما بين اللعيبه، خلينا اتكلم عن مشهدين امبارح، مشهدين بيدلوا على الروح اللي جوه النادي الاهلي. في استلام الميداليات امبارح شفنا مين اللي بدا الاول، الاحتياطيين كلهم اللي ما لعبوش في المباراه هم اللي طلعوا الاول استلموا ميدالياتهم، واللعيبه والجهاز الاداري اصروا ان اللي يبقى على منصه التتويج الاول اللي ما شاركوش والمصابين. دي اول لقطه. تاني لقطه، النادي الاهلي سافر باللعيبه كلها حتى المصابين، 28 لاعب مصاب، 28 لاعب شاركوا منهم المصابين، انا اسف طبعا، 28 لاعب البعثه منهم المصابين. يعني النادي الاهلي اصر بكل قوه ان اللعيبه المصابه تكون مشاركه امبارح في الاحتفاليه دي، وان يكون ليهم دور وان يكونوا موجودين. ده بيعلي الروح جدا يا جماعه، بيعلي الروح جدا، وهو ده اللي مخلي اوضه اللبس في النادي الاهلي عاليه جدا. المشهد الجميل بقى الاخراني اللي حابب اختم بيه، وهو كابتن الشناوي ادى رقم 10 او اهدى رقم 10 باسم اللاعبين. كابتن الشناوي هو كابتن الفريق، فلما بيهدي شيء بيهديه باسمه وباسم اللاعبين. لما يقدم تيشيرت عليه رقم 10 وعليه اسم طبعا اسطورتنا الكابتن محمود الخطيب بيبو برقم 10 اللي هي البطوله رقم 10، هو ده المشهد ده اللي هو رقم 10. واكيد دي كانت مفاجاه، كابتن محمود الخطيب مش محضر لده ولا حد عارف ان ده هيحصل. رقم 10 اهي اللي هي البطوله العاشره، كابتن محمود الخطيب الشناوي بيهديه البطوله. مش هتلاقي ده في اي نادي تاني. يعني ما في انديه كسبت بطوله افريقيا بس ما شفناش التناغم ما بين الاداره وما بين اللاعبين وما بين كابتن الفريق واللعيبه والاداره. الحقيقه كان منظر امبارح جميل. وخلي بقى يعني واضحه كابتن بيبو رقم 10 ودي البطوله العاشره، واضحه مش محتاجه تفسير، ولكن الروح الجميله اللي ظهرت بيها اللعيبه وهي بتحضن كابتن محمود الخطيب كرئيس النادي، يعني سيمفونيه جميله جدا. في ضبط وربط في الفريق بس في حب، في عدل فتلاقي المكسب، ويكفي ان الاشاده بتجيلك من حتى منافسينك. حتى احنا ممكن يقولوا احنا قناه النادي الاهلي فبنشيد بالانجاز والكلام ده كله، ولكن عندما تاتي الاشاده من خصمك او من اللي بينافسوك، لا دي معناها كبير جدا. والنادي الاهلي الحقيقه يعني فرحنا، يعني مش بس ماتش امبارح، لا احنا بقالنا سنتين عايشين حاله حلوه الحمد لله، حاله جميله، حاله تخليك تبقى واثق ان النادي الاهلي نازل ان شاء الله هيكسب. خلينا فاكرين احنا ما كانش الحاله دي جات لنا، حتى كنا بنوصل فاينل يعني مره واتنين، بس ما كانش عندنا الثقه دي ان احنا نكسب. ولسه على فكره زي ما قلت لكم، لسه ان شاء الله الخمس ست سنين جايين يا رب يبعد عنا الاصابات ويبعد عن النادي اي حاجه وحشه، لسه في كتير. ونوعيه اللعيبه وشخصياتها مش من اللعيبه اللي بتتغر بالمكسب مثلا لا سمح الله، او لعيبه بتفكر ان خلاص كده شبعنا خلاص بطولات. اللعيبه دي
الفرحه ما تعدتش اوضه اللبس ولما رجعنا بيوم، بعد كده بيفكروا في اللي بعده. ولو ما كانش ده اللي فيه شخصيه اللاعبين، وده الكابتن سيد عبد الحفيظ بيزرعه في اي لاعب لسه جاي جديد، شخصيه النادي الاهلي، انت كسبت بطوله وكابتن محمود الخطيب في كل مناسبه خلاص ما بنبالغش في الفرحه. جمهور النادي الاهلي امبارح، والله يا جماعه حاجه جميله جدا، جمهور النادي الاهلي امبارح بعد صفاره الحكم بيقول لك ال 11 يعني جمهور النادي الاهلي بيقول لك ال 11 يا اهلي، يعني حتى الروح دي وحتى الفكر ده انتقل لجماهير النادي الاهلي. وان انت بتفكر كمان بيقول لك يا رب السوبر، لا بيفكروا بعض، عندنا الدوري الاول. يعني حتى الشخصيه دي موجوده في لعيبه النادي الاهلي وجهازه، فما تقلقوش على الفرقه دي، الفرقه حتى بتخلص بطوله بتقفل الصفحه بتفكر في البطوله اللي بعديها. واحنا ان شاء الله منتظرين منهم الكثير، لسه عندنا بطوله الدوري وفيها كلام كتير ان شاء الله، بطوله الدوري وفيها تحديات صعبه ولكن الرجاله قدها. عندنا بعد كده ان شاء الله ماتش السوبر، عندنا كاس العالم للانديه. بيعجبني انه مش فكره المكسب، النادي الاهلي مش بيفرح او جمهور النادي الاهلي مش بيفرح بمكسب ماتش او اداء مباراه او هدف حلو. تاني، النادي الاهلي وجمهوره ما بيفرحش ابدا بمكسب مباراه او كره حلوه او اداء مشرف او جون حلو، لا بيفرح بمكسب بطوله، وده اللي احنا شايفينه عندي اهو على الترابيزه، كاس البطوله نفرح وما بلغش في الفرحه، بعد كده نفكر في الخطوه اللي بعديها. معلش دي حاجات كنت بحب، او زي ما بيقولوا يعني افكار او استفادات من المكسب، مش بس ان احنا فرحانين، لا لازم كمان نفرح قوي ونطمن على فرقتنا بشكل كبير. خلينا نطلع لفاصل عشان نرجع بقى نبتدي حلقتنا ونتكلم ايه محتوى حلقه الابطال النهارده، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نرجع لحلقتنا. زي ما عارفين حضراتكم احنا بنتقابل كل يوم حد واربع، بيبقى معانا مجموعه من الاخبار في البدايه وبعد كده بيبقى معانا لقاء حواري. طبعا اخبارنا مش كتير لانه طبعا وضع طبيعي ان كل الانظار دلوقتي على طوكيو، وكل الالعاب وكل النشاطات تقريبا متوقفه لان منتخبات البلاد واللاعبين كلهم في طوكيو، يا اما مستنيين عودتهم من طوكيو. فاذا الاحداث الرياضيه في الالعاب الاخرى مش كتير، وده وضع طبيعي جدا عشان الاولمبياد. الفقرة الثانية هيبقى يعني الفقرة الحوارية، النهاردة حلقة طبعا مهمة وحلقة خاصة ان احنا طالعين تاني يوم بعد بطولة افريقيا، فكان لازم يكون معانا نجم عالمي ايضا، نجم من ولاد النادي الاهلي وصناعة اهلاوية. نجم ترتيبه التاسع عالميا دلوقتي، عمره 20 سنة، ماشي بخطوات جيدة، اهلاوي جدا في الاسكواش، هيكون معانا مصطفى عسل. مصطفى عسل حقيقه خد تاسع، خد تاسع عالم طبعا الرانك العالمي، وخد بطوله العظماء الثمانيه، وكمان ما توفقش في بطوله العالم، ما راحش بطوله العالم، ما عرفش يروح، هنعرف ليه. ده هيبقى النص الثاني من فقرتنا، اتمنى ان حضراتكم تابعونا، هيبقى عندنا كلام كتير جدا مع مصطفى عسل. خلينا نروح لاخبارنا. منتخب الناشئات لكره الطائره تحت 20 سنه عمل انجاز كبير حقيقه، احتل المركز ال 12 على مستوى العالم بعد ما هزم بلجيكا 3-0 في الماتشات. منتخبنا الوطني لأناسات الكرة الطائرة تحت 20 سنة بقيادة مدير الفني أحمد فتحي اللي عامل جهد وشغل كبير جدا، حقق المركز ال 12 زي ما قلت لحضراتكم في البطولة العالم بتلعب في بلجيكا وهولندا الفترة من 9 ل 18. منتخبنا خسر آخر ماتش ليه قدام منتخب الأرجنتين من ساعات، يعني ما كانش، كان النهاردة من ساعات 3-0. منتخب بياخد خبرات كبيره جدا، وخليني اقول لكم المنتخب ده اللي هي صوره او بيظهر في الصور دي، لو كانت عمل له طبعا كورونا المشكله الاساسيه، ما فيش دول فاتحه الاعداد، وكمان ما كانش عندنا فرصه الفريق ده يتعدي. الفريق ده لو كان يتعدي كويس لا كنا ممكن نخش في الثمانيه الكبار. بالرغم من كده نجحوا ان هم يخشوا، على فكره في 16 فرقه، احنا بنتكلم 12 من 16، وده يعتبر انجاز كبير لكره الطائره السيدات في مصر، وانجاز حتى للاتحاد الموجود دلوقتي بقياده الدكتور سامح حمدي. وعايز اقول لكم ان في 7 لاعبات منه من النادي الاهلي. مين هم؟ مي غزال، نور ايهاب، فرح العيدي، سلمى يوسف، فريده الحناوي، مريم ثابت، آية الله ياسين. 7 لاعبين من 12 لاعبة، 7 لاعبات من 12 لاعبة، وده إنجاز كبير جدا للنادي الأهلي. طيب هنروح لبطولة العالم الاسكواش. طبعا أنتوا عارفين بطولة العالم الاسكواش في مجموعة ما عرفتش تسافر عشان تأشيرات أمريكا، منهم مصطفى عسل، ولكن في مجموعة بتلعب هناك من ضمنهم نادين شاهين. نادين شاهين لاعبة منتخبنا الوطني الاسكواش ولاعبة النادي الأهلي أيضا، هتلاعب النيوزيلندية جولي كينج بثمن النهائي بطولة العالم، واللي بتتلعب دلوقتي في مدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من 14-22 يوليو الحالي. والمجموع الجوائز البطولة دي $1,500,000. كام يا هيثم؟ $1,500,000 لسكواش،
يعني بتكلم على الولاد والبنات مش ولاد بس، عشان ما تقولش انا بقول حاجات غلط. مليون ولاد مليون دولار و500 الف دولار للبنات، مجموعهم 500 و500 مليون، انا اسف مليون دولار، 500 ولاد و500 بنات. نادين وصلت للدور ده بعد ما كسبت دور ال 32 بطلت ماليزيا بنتيجه 3-1، وللاسف احنا كان عندنا يوسف سليمان مشاري وكان عندنا سنة ابراهيم مشاركين، بس ما حلفهمش الحظ ان هم يعني يتأهلوا. طيب خليني اقول لكم انه يوسف سليمان كان حصل له برضه موقف. يوسف سليمان في البطوله دي اتخبط في بقه واسنانه اتكسرت، يعني في جزء من سنانه اتكسر، ومع ذلك كمل الماتش وكسب. يعني قصدي اقول لكم ان حتى اولادنا بيبقى عندهم دافع. بقول لكم يعني الصور لو معانا كنا عرضناها لحضراتكم، بقه جايب دم واسنانه مكسوره شايل سنانه، ويعني ويمكن اجيبها لكم كمان ومصطفى عسل معانا، شايل سنانه على ايده والدم نازل، خرج نشف دمه ومسح ايده وكمل المباراه وكسبها. ده مين؟ يوسف سليمان. يعني قصدي اقول لكم انه لعيبه النادي الاهلي حتى في كل الالعاب مش في كره القدم عندهم هذه الروح القتاليه. طب سنه ابراهيم، سنه محمود ابراهيم عندها 19 سنه لسه صغيره، بتشارك البطولات دي عشان بعد سنه او اتنين تخش في الترتيب العالمي. طيب ده كان خبرنا عن الاسكواش. هنطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين اخبارنا معاكم. يمكن امبارح طبعا كان كل الميديا وكل الاعلام متابع مباراه كره القدم، ولكن الحقيقه كان خبر له علاقه بكره السله للسيدات. كره السله للسيدات كانوا بيلعبوا امبارح في رواندا، المباراه النهائيه اللي كان يكسبها يتاهل ممثل عن المنطقة الخامسة أو زون 5 الأفريقية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، ولكن للأسف مصر تخسر بطاقة التأهل لبطولة أفريقيا لسيدات السلة بعد الخسارة من كينيا امبارح بنتيجة 99-83. طبعا رواندا عاملة ملعب حلو وعاملة مدينة رياضية جيدة جدا، فكانوا بيلعبوا هناك. بس الحقيقة أنا ليا بعض التعليق على التصفيات دي. أولا المنطقة الخامسة شهدت تطور مش طبيعي الحقيقة. المنطقة الخامسة الأفريقية بعيد عن السيدات، نروح للرجال، في خمس فرق تأهلوا منها لأمم أفريقيا للرجال. لما كنت أنا بلعب كان بيتأهل مصر دائما أبدا، كنا نروح مجمع كازراني في كينيا كانت معروفة كده، كل سنتين نروح كازراني نكسب الفرق 30-40 بونت ونروح نشارك في أمم أفريقيا. النهاردة عندك خمس فرق بيشاركوا في أمم أفريقيا للرجال، مصر وجنوب السودان ورواندا وكينيا على ما اتذكر، برضو الكونغو على ما اتذكر، يعني خمس فرق، انا متاكد من الرقم، خمس فرق بتشارك في بطوله افريقيا للرجال. طب السيدات، مصر للاسف خسرت تاهل كينيا. الغريبه كمان ان النتائج عاليه، يعني مصر كسبت كينيا في الدور التمهيدي 107-106 بعد ريمونتادا بفرق 20 بونت. السكور ده ما كناش بنشوفه من الافارقه، يعني احنا كنا نروح نكسب 90-60 90-40 يعني، وكنا بنبدل والناس تنزل وتطلع، ده رجال وسيدات، انا بتكلم على الاثنين كمان. انما الارقام دي الحقيقه غريبه شويه، تطور كبير، تطور هائل في زون 5 وافريقيا ككل. بالمناسبه زون 5 اللي بيرقصها كابتن هشام الحريري او المهندس هشام الحريري مصري، والحقيقه هو تولى فيها المسؤوليه من 3-4 سنين، وكان من ضمن خطته انه يطور المستوى في زون 5. هو طبعا الموضوع جبس يعني مش لمصلحه مصر قوي، بس احنا ما عندناش مشكله، احنا اللي مصر مفروض يعني في زون 5 احنا نتاهل مرتاح، ولكن قوه المستوى ده هو ده من واجبات وظيفته او واجبات منصبه ان يطور المستوى. جنوب السودان عمرنا ما شفناها كانت بتشارك، بقت بتشارك. تطور كبير جدا في زون 5، وده يمكن اللي عمل لنا مشكله، ان دلوقتي كينيا بقت قويه جدا، رواندا بقت قويه جدا على مستوى البنات والرجال. طيب خليني اقول حاجه تانية، السكور كمان عالي. خليني اقول حاجه مهمه، انه سامع ما عنديش معلومه اكيده، ولكن سامع اخبار ان ممكن الاتحاد الافريقي يدي لمصر الوايت كارد عشان تخش بيه بطوله افريقيا. والحقيقه انا يعني بحب اهني كابتن هاب الالفي بصراحه، عمل اللي عليه الراجل بامانه، مدير فني الفريق واللاعبات عملوا اللي عليهم. طبعا كان في اصابه امبارح، نادين السلعاوي ما لعبتش، يعني اللاعبات عملوا اللي عليهم وادوا اللي عليهم بامانه. يعني انا بتكلم بكل يعني، يمكن الاعداد كان ضعيف شويه، ما لحقوش يتعدوا، الدوري خلص اتجمعوا سافروا، وهو ده اللي كنا قلناه لو تفتكروا فتره من الفترات، ان طول الدوري ممكن يعود بالسلب على المنتخبات في الاعداد، وده يمكن
يعني ما خدوش وقتهم زي كورونا كمان طبعا، مش بس طول الدوري كمان كورونا، ان انت ما عندكش فرصه تعمل معسكرات، كورونا الدنيا كلها مقفوله. يمكن فريق الرجال عنده نهائيات افريقيا بس احتمال يشارك في بطوله الاردن، بطوله الملك عبد الله الحقيقه اللي كنت لعبت فيه قبل كده بطوله قويه. فالحقيقه الباسكت عملوا اللي عليهم، والبنات الجهاز الفني عمل اللي عليهم، بقول لهم هارد لك، الجاي افضل. عندنا مجموعه من اللاعبات ممتازين جدا جدا، عندنا يعني كفاءات ومواهب نادره، اللي جاي افضل باذن الله. طيب هنروح لبطولة الناشئين او بطولة العالم للناشئين الخماسي اللي كانت بتتعمل على ارض مصر. احمد الجندي خد ذهبية فردي الخماسي، 1,000,000 مبروك لاحمد الجندي، انجاز كبير يتحسب للاتحاد الخماسي ومنظومة الاتحاد الخماسي كاملة. احمد الجندي لاعب منتخبنا الوطني الخماسي الحديث، فاز بذهبية بطولة العالم للناشئين اللي بتتلعب على ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية في الفترة من 2 ل 18 يوليو اللي جاي. احمد الجندي فاز بعد ما حقق مجموعة نقاط 1,432 نقطة، جه وراه لاعب منتخب روسيا بفرق 12 نقطة بس ب 1,420. وخليني اقول لكم ان احنا فزنا كمان برونزية الفرق، وده انجاز كمان رائع. ولو رحنا لمنافسات الفرق هنلاقي منتخبنا حقق المركز الثالث، جه وراه منتخب المجر واللي كسب الذهب، منتخب روسيا واللي جه في المركز الثاني واللي كسب الفضية. منتخبنا كان بيضم بين صفوفه احمد الجندي، نور الدين كريم، مهند طارق. البطوله شارك فيها 165 لاعب ولاعبه من 27 دوله، حدث كبير، ودي ثالث بطوله عالم ينظمها الاتحاد الخماسي. وبالمناسبه الاتحاد الخماسي من الاتحادات المرشحه تاخد ميداليه اولمبيه. كل التوفيق للمهندس شريف عريان والاتحاد الخماسي كمنظومه، ان شاء الله انهم يحققوا لنا ميداليه اولمبيه. يا رب، قلبنا معاكم ودعواتنا كمان. نروح لخبر احزننا شويه. بسنت حميدة، كنا هنسمع الاسم ده في أولمبياد طوكيو، بطلة مصر في ألعاب القوة، دي صورتها. بسنت كانت من اللاعبات المرشحات بقوة لميدالية. بسنت حميدة لاعبة منتخبنا الوطني ألعاب القوة أعلنت عن إصابتها في التدريبات واللي كانت من شوية وهي بتستعد لأولمبياد طوكيو، ونشرت اللاعبة فيديو ليها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك طبعا، وقالت كانت بتعيط وقالت بتطلب من الناس ادعوا لي يا رب ألحق طوكيو، وده هيكون صعب، أنا عندي مزق في العضلة الخلفية. وقالت انها راضيه بقضاء ربنا وقدره، وان الاصابه تشخيصها المبدئي مزق في العضله الخلفيه للفخذ. بس انت يا صاحبه الرقم القياسي في المصري في المنافسات 100 متر و200 متر عدو، وكمان الاتحاد الافريقي اخترع عشان تكون واحده من احسن 5 لاعبات في افريقيا في منافسات 200 متر، بتبقى صعبه جدا، بتبقى صعبه جدا على اللاعب او اللاعبه يبقى فاضل له ايام ويروح طوكيو ويحظى على هذا الشرف الكبير ويتصاب. بس ده قضاء الله وقدره، حاجه ليس لها دخل في بسنت. بنقول لك ألف سلام عليك يا رب، نطمن عليك، ولسه أنت صغيرة، بس أنت القادم أفضل إن شاء الله. وأولمبياد اللي جاية بعد 3 سنين مش بعيدة، يعني هبة عبد الرحمن شفنا في الحلقة 3 سنين اتوقف ورجع وتأهل أولمبياد، الدنيا قريبة جدا يا بسنت، عندك حلم حققيه وتعلمي من هبة عبد الرحمن. طيب هنروح لخبر كويس، خبر يعني أسعدنا برضو. الواحد لما بيلاقي نماذج مصرية مشرفة لازم بيكون معنا في البرنامج في الالعاب الاخرى عشان الناس تعرف ان مش بس كره القدم كمان بيكون فيها انجازات، لا، والالعاب الاخرى. التايكوندو، المصري محمد شعبان يدير مسابقات التايكوندو باولمبياد طوكيو. الاتحاد الدولي للتايكوندو اختار المصري محمد شعبان عشان يدير مسابقات اللعبه في الاولمبياد اللي جايه واللي هتكون في الفتره من 23 ل 8 اغسطس اللي جايين. دي المره الاولى اللي يختار فيها الاتحاد الدولي للتايكوندو واحد من الكوادر الافريقيه والمصريه كرئيس لاحد اللجان التابعه ليه. شعبان بقى أول مصري وعربي وأفريقي يترأس لجنة بالاتحادات الدولية، وكمان هو أصغر رئيس لجنة بالاتحاد الدولي، وهو كمان نائب لرئيس اللجنة الفنية. والناس في الاتحاد الدولي الحقيقة متوسمة فيه خير، الواحد بيبقى فرحان لما يبقى عنده نموذج مصري كده واعد وبيحظى بثقة العالم كله، خاصة تايكوندو مش من الألعاب اللي مصر يعني مصر مميزة فيها طبعا، بس مش زي مثلا اليابان، مش زي الصين، مش زي دول كتير كانت فيها اللعبة أقدم منا بكتير، كوريا من يعني. فالواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي حد بالسن الصغير ده ويحظى على اهتمام عالمي. كان لازم يكون معانا محمد شعبان بالسكايب من سويسرا. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بحضرتك، ميرسي، ميرسي للمقدمة الجميلة دي، أنا شاكر جدا. كابتن محمد، ده حقك، أنت نموذج مصري مشرف الحقيقة، ونتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم ليك يا كابتن محمد. شكرا جزيلا، ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب. يعني الاولمبياد دي بتقام في ظروف استثنائيه، وبس اهم حاجه انها تقام، لان زي ما حضرتك عارف اللاعب ما عندوش عمره في الملاعب، مش زي الامور العاديه، فبيحصل ان لو فاتت الاولمبياد دي او اتلغت كان هتؤدي الى ان اللاعب ممكن يعتزل بدون انه يشارك في الاولمبياد. صحيح.
طب قول لي، احنا بنكلمك من سويسرا يا كابتن. انا حاليا في جنيف، انا مقيم في سويسرا، وان شاء الله يوم الثلاث اطير على طوكيو باذن الله. يعني انت حضرتك الثلاث مسافر. طب المنافسات التايكوندو، يعني طبعا عرفت في طوكيو ان مش كل المنافسات هتبتدي اتا تايم، هتاخد هيبقى في شيفتنج، منافسات ثم منافسات عشان يقللوا الكباسيتي بتاعت اللعيبه او العدد اللعيبه. بطوله التايكوندو هتبتدي امتى يا كابتن؟ التايكوندو زي ما حضرتك قلت، حضرتك يعني اتفضلت قلتها بشكل مبسط وهايل. التايكوندو بيبتدي يوم 24 يوليو 24/7 وينتهي يوم 27، اربع ايام منافسات. ودي اول مره التايكوندو يبتدي في اول دوره، دايما كان بيبقى في نهايات الدوره. وزي ما حضرتك قلت يعني هو الامور محدده جدا، حتى احنا كطاقم فني للاولمبياد مواعيد وصولنا متاخره عن العادي عشان نقلل تواجد اكبر عدد ممكن في اليابان. طب قول لي يا كابتن، يعني اللعيبه المصريين، اكيد طبعا انت مصري يعني ومتابع طبعا النشاط المصري واللعيبه المصريين واللاعبات المصريين. طبعا احنا بنشارك باربع لعيبه، اثنين طبعا سيدات واثنين رجال في المنافسات. شايف ممكن طبعا يعني نحقق ميداليه، خاصه ان هدايا ملاك من احد المرشحات وبقوه الميداليه، ولا رايك يا كابتن؟ والله يوم حضرتك قبل ما ابقى رئيس لجنه مسابقات الدوره اللي فاتت في ريو، كنت مسؤول رئيس اللجنه الفنيه المسؤوله عن المنتخبات في الاتحاد المصري، فالولاد كلهم اعرفهم كويس جدا. طبعا هدايا فرصها عاليه، هدايا بس الاختلاف الوحيد ان هي غيرت ميزانها الاولمبي من تحت 57 كيلو اللي جابت فيه برونز في ريو، راحت وزن تحت 76 كيلو، وزن جديد. وللاسف يعني هو الموضوع ملوش علاقه بهدايا، بس للاسف ظروف الاحتكاك بموضوع الكوفيد قلل فرصها انها تشارك ببطولات كتيره في هذا الميزان قبل ما تروح طوكيو. بس غريبه يا كابتن، يعني ميزان 59 لميزان 76، 57 ل 76، انا كنت سمعت صح؟ يعني ميزان عالي قوي، يعني فرق تقريبا. لا 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 سوري، خليني اصلح بس المعلومه، من تحت 57 كيلو لتحت 67 كيلو، يعني 10 كيلو فرق. موازين الاولمبياد، موازين الاولمبياد هم اربع موازين بالظبط، والفروق بينهم 10 كيلو على طول. تمام. فما فيش حاجه في النص. فهي راحت من 57 ل 67 زي ما حضرتك قلت. سيف عيسى اعتقد فرصه هايله، سيف عيسى واعد ونتائجه في الفتره الاخيره جيده جدا. ميزانه كام يا كابتن؟ تحت 80 كيلو سيف عيسى. تمام. هو كان حقق برونز في اولمبيات الشباب قبل كده، وان شاء الله نتمنى ان هو يحقق في الاولمبيات اللي هي الصيفيه. طب نور حسين وعبد الرحمن، يعني شايف برضو فرصهم عاليه، ولا يعني ممكن يكونوا محتاجين لسه كمان مشاركات دولية أكتر؟ بص، الأولمبيات موضوعها مختلف تماما، مش دايما اللي بيبقى راكب الميزان أو راكب الأحداث اللي قبل كده هو اللي بيكسب، وشفناها كتير مش من المصريين عامة. فهو اللاعب لو سيف أو عبد الرحمن أو نور أو هدايا جاهزين يوم اللعب ومنتالي فايقين، تتوقع منهم أنهم يحققوا ميدالية. طبعا في تفاوت في خبرات ما بين هدايا وسيف ونور لعبد الرحمن، لان عبد الرحمن يعتبر ان هو العنصر الجديد على المنتخب الوطني الفتره الاخيره. بس برضه عبد الرحمن اثبت نجاحات على المستوى الافريقي، واحتمال تساعده في اولمبياد طوكيو ان شاء الله يا رب. طب كابتن قول لي، يعني حضرتك خدت المشوار بتاعك الاداري خطوه بخطوه، يمكن كنت رئيس اللجنه الفنيه وبعد كده بقيت رئيس لجنه المسابقات حاليا، هل في يوم من الايام نشوفك رئيس اتحاد دولي، ولا دي مش في اجندتك؟ لا، هي حاليا مش في اجندتي. انا ان شاء الله مترشح لعضويه المكتب التنفيذي، داخل الانتخابات ان شاء الله في اكتوبر على عضويه المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، دي الخطوه الاولى. اما رئاسه الاتحاد الدولي حاليا امر ما بفكرش فيه، لان انا مهتم جزء كبير بالشق الرياضي للعبه، وبس الله اعلم بعد اربع خمس سنين بعد الدوره دي الدوره اللي بعديها نشوف ان شاء الله. يعني اتمنى باذن الله. كل الدعم ليك كابتن محمد شعبان، طبعا رئيس اللجنه لجنه المسابقات بالاتحاد الدولي تايكوندو اللي هيشرف على طوكيو. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ده كان لقائنا مع محمد شعبان، احد الكوادر المصريه اللي دايما بيبقى لنا السبق هنا في برنامج الابطال. الحقيقه بنقدم لكم نماذج مصريه واعده، شاب صغير بيترأس في سنه الصغير ده لجنه المسابقات وبيشرف على منافسات طوكيو، وزي ما حضراتكم شايفين نازل في اكتوبر، رايح في اكتوبر ان شاء الله او نازل انتخابات المكتب التنفيذي. لازم الناس يبقى عندها، او الكوادر الرياضيه يبقى عندها الويلنج ده او الـ 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 الرغبه دي ان احنا نوصل. طبعا عشان نوصل لايه؟
ليه في الاخر ان احنا نحط كوادرنا المصالح الاداريه في كل الهيئات الرياضيه الافريقيه، ما يبقاش بس المنافسه جوه داخليا، يعني ما يبقاش الموضوع ان انا عايز ابقى عضو اتحاد هنا في بلدي او بتاع، لا خلينا نطلع، العالم واسع والعالم كبير والهيئات الرياضيه يعني تستوعب العدد الكبير ده. ونتمنى ان شاء الله كابتن محمد شعبان ليه كل التوفيق وان شاء الله كل الدعم ليه في انتخابات المكتب التنفيذي القادمه في شهر اكتوبر. خلينا نروح لحضراتكم انفراد لينا احنا هنا في برنامج الابطال، ان احنا مسكنا طبعا انتوا عارفين طوكيو بعثتها هي الاكبر في التاريخ، 134 لاعب ولاعبه مشاركين في طوكيو. يمكن ريو جينيرو اللي كانت قبلها في 2016 كان العدد يمكن اقل من ده، 121 على ما اتذكر. ف 134 لاعب مشارك، احنا مسكنا البعثه وشفنا كام لاعب ولاعبه مشاركين من النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ساهم بايه في هذه البعثه، ومين من الولاد ومشاركين مع المنتخبات المصريه، وهو الاسم الاكبر تيشيرت منتخب مصر ايجيبت او مصر، هو ده هدف الاسمى لاي رياضي او لاي، وده من ضمن طبعا اهداف النادي الاهلي انه بيساهم في بناء اللاعب، بالرغم ان في العاب كتيره واللي هقولها لحضراتكم اللي جايه دلوقتي العاب كتيره ما بتدخلش دخل للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي مصر على احتضان لاعبتها عشان في الاخر مصر هي المستفاد. خلينا نبتدي بكره القدم، مثلا كره القدم عندنا محمد الشناوي، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، احمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، دول لاعيبه النادي الاهلي المشاركين مع منتخب مصر لكره اليد في الدوره الاولمبيه. دي كره القدم طبعا، كره القدم تاني محمد الشناوي، اكرم توفيق معروضين على حضراتكم، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، احمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر. هنروح لكره اليد. كره اليد عندنا ثلاث لاعبين مشاركين مع منتخب مصر المشارك في اولمبياد طوكيو، وهم محمد عصام الطيار حارس المرمى، ابراهيم المصري، احمد عادل. دول الثلاث لاعبين في كره اليد وهنعرضهم لحضراتكم دلوقتي حالا، دول لاعيبه النادي الاهلي المشاركين في منتخب كره اليد اللي مسافر طبعا بيلعب في طوكيو. وزي ما قلت لحضراتكم احنا عاملين انفراد بنجيب لكم كل اللعيبه وكل اولاد النادي الاهلي المشاركين مع المنتخبات. نروح لالعاب القوه. ألعاب القوة مثلا عندنا إيهاب عبد الرحمن، مصطفى الجمل، محمد مجدي حمزة، التلاتة مشاركين في ألعاب القوة ممثلين مصر طبعا باختلاف اللعبات. تنس الطاولة عندنا خالد عصر، محمد البيلي، يسرى أشرف حلمي، وهنا جودة الرباعي مشارك، بالإضافة طبعا لخالد عصر عمر عصر اللي هو مشارك، ودينا مشرف طبعا. أنا ما حسبتهمش ليه؟ لأنهم محترفين، دينا مشرف وعمر عصر لانهم محترفين في الدوري الفرنسي، ولكن هم اولاد النادي الاهلي. انا ما حسبتهمش عشان يبقى ايه فرق نف، انا بجيب اللي بيلعب معانا دلوقتي. طيب هنروح للتنس الارضي. طبعا نجمتنا ونجمه مصر ميار الشريف، ميار شريف مشاركه طبعا ممثله في منتخب مصر. السباحه عندنا نجمنا الكبير علي خلف الله. الكاراتيه طبعا نجمتنا وبطله العالم جيانا فاروق او الدكتوره جيانا فاروق. عندنا الغطس مها عبد السلام ابنة النادي الاهلي واللي بتدرس دلوقتي في جامعه، ولكن هي ما زالت على قائمه النادي الاهلي وهي ممثله طبعا عن الغطس في منتخب مصر. ده انفراد الحقيقه، جبنا لكم اسامي اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطوله طوكيو وطالعين من ولاد النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا، خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بقى ضيفنا في الفقره الحواريه مصطفى عسل. كان لازم يبقى عندنا ضيف على فكره، وفي كاس تاني، احنا عندنا مشكله دلوقتي هنحط الكاس التاني فين، بس ما تقلقوش الترابيزه تسع من كوس الف زي ما يقول. هنطلع فاصل نستقبل فيه مصطفى عسل، عندنا كلام كبير تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لكم الحلقه دي بتيجي بعد بطوله افريقيا، فلازم يبقى نجمنا او ضيفنا حاجه عالميه برضو على قدر الحدث وعلى قدر الكاس اللي جنبنا. معانا النهارده طبعا زي ما قلت لكم مصطفى عسل اللي برحب بيه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا تايس، والله مبسوط احرج جدا النهارده والله. وكمان خلينا نقول يعني احنا برنامج الابطال والدنيا كلها كؤوس وابطال وحاجه جميله. لا في البدايه والله يعني انا بحيي الفريق على المجهود العظيم اللي عملوه امبارح ده، حاجه مشرفه لينا احنا كلنا والمصر، حاجه عظيمه جدا. انا مش قادر اقول لك شعوري، يعني شعوري امبارح وانا قاعد بتفرج انا وبابايا وعيلتي يعني في كافيه تحت بيتي على طول. هيصه طبعا، مش انا قاعد اتنطط، ما عرفش العب النهارده من التمرين خلاص، رجلي كلها قفشه من التنطيط والله. لا بحب احيي كل الفرقه، و يعني بوجه الشكر لكابتن محمود الخطيب على المؤازره الكبيره للفريق دي وكل اعضاء مجلس اداره، وبحيي الفريق كل واحد واحد وجهاز طبعا الفني والطبي، حاجه يعني تحفه لمصر. وخليني اقول لكم بس الكاس اللي جنب مصطفى
ده كأس بطولة العظماء الثمانية في الاسكواش. في بطولة اتلعبت من اسبوعين ثلاثة هنا في جنبنا في 6 اكتوبر، وكان بيشارك فيها احسن 8 لاعبين على مستوى العالم. ومصطفى عسل نجح بسنه الصغير ده، مش 20 سنة ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب، كأصغر لاعب في التاريخ يحصل على هذه البطولة وياخد كأس العظماء الثمانية. ألف مبروك طبعا على الكأس. ونتكلم عن البطولة دي شوية، يمكن الستارت بتاعك ما توفقتش فيه، خسرت. كان محمد شرباجي باين؟ محمد شرباجي خسرت 3-1 خسرت 2-1 في المجموعات. انا اسف، كان الماتشات بتلعب 2، انا اسف، 2-1 وكان ماتش برضو ماشي كلوز جيم، بس ماتش زي ده كان ممكن يخليك تروح في حتة تانية حقيقة، تحبط الخسارة الكرة. لا انا عايز اقول لك، انا بعد الماتش ده على طول، انا مش متعود ان هي دايما البطوله دي مختلفه غير البطولات كلها اللي عندنا. البطولات دي بتقسم مجموعات، مش دور واحد، لو دور واحد خسرت تخسر يعني، مجموعات وبعد كده بتحول لما اول وتاني بيروح على السيمي فاينل على طول، دور نص النهائي. ف انا بعد ما البطوله مصطفى دي صوره البطوله ده. والماتش اللي هو اللي انت خسرت فيه ده ماتش خسرت فيه اعتقد. ده ماشي، اتفضل. عايز لا اتفضل. ف بعديها طبعا بعد ما خسرت الماتش ده طبعا شعور بالاحباط كبير جدا. خسرت خلاص، بقيت اتكلم مع مدربين ان انا خسرت، يعني مش متوقع ان انا لسه في ماتشات تانية. حتى ابتديت اللي هو ايه، خلاص بلم حاجتي في الاوضه. يعني انت نفسيا كنت محتاج، نفسيا حتى عمري ما لعبت البطوله دي، اول مره اخشها. وطبعا انا بالنسبه لي ان انا العب مع محمد شرباجي والبطوله دي، وعملت ماتش كويس جدا، بس كان نفسي اكسب، ان هو اول دفعه، اول ماتش بتدي روح ثانيه، حاجه ثانيه. فخسرت الماتش طبعا، كنت متضايق طبعا شويه. وبعد كده كلهم قالوا لسه في ماتشات ثانيه، لسه بدري خالص، لسه عندك ماتش وماتشين كمان تثبت نفسك فيهم وتتاهل ان شاء الله. فمن هنا بقى البدايه، دخلت الماتش الثاني. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لعبنا الساعه 12 بالليل، ولغايه الساعه 12 بالليل الناس كلها قاعده مستنيه الماتش. طبعا جمهور النادي الاهلي. طب 12 بالليل ايه اللي اخر ماتش؟ الماتشات اتاخرت طبعا، مع ان بنلعب جيمين بس. دي حقيقي. الماتشات بيحصل تشفيت للمواعيد طبعًا. فتلاقي اخر ماتش اللي بيشيل يعني. فقعدت بقى، قعدت والجمهور الحمد لله كان مستني يعني لغايه الساعه 12 بالليل، مع ان الدنيا بتفضى بقى خلاص. محمد شرباجي يعني كان بيتصاب باين ولا كان كنت هلعب مع مروان شرباجي دلوقتي. الماتش اللي هو بعد محمد شرباجي على طول. فطبعا الماتش ده وخسرته خلاص تعتبر البطوله يعني. فالحمد لله دخلت بثقه كبيره جدا، يعني ان شاء الله ان انا هكسب، وروح طبعا غير عاديه ان انا اخش البطوله دي. والحمد لله كسبت يعني 2-0، وساعتها دخلتني في المجموعه تاني واحيت المجموعه بشكل كبير جدا. اهو ده لقطات من الماتش، حتى باين عليك على وشك الاصرار والعزيمه. لا يعني مع مروان الشربجي. طيب انت كسبت الماتش ده، كسبته 2-1 برضه صح؟ 2-1. طب قول لي يعني، هل 2-0 2-0 معلش 2-0 2-0 2-0 طيب انت الماتش ده يعني من مكسب بعد كده خساره، يعني قلت خلاص هتبتدي تفتح، ولا يعني استعدت ثقتك تاني بنفسك، ولا قلت يعني ما لا استعدت طبعا بشكل كبير جدا، بس كان عندي علي فرج خسرت منه كتير، ما تقريبا اكتر واحد خسرت منه. علي فرج مصنف نمره 1 عالميا، فداخل الماتش الجاي طب ايه بقى اللي هيحصل ده علي فرج. يعني دخلت طبعا الحمد لله بثقه كبيره برضو، ان هو يعني خلاص اللي كسبني انا واحد جديد، اخش ان شاء الله اثبت نفسي في الماتش ده. كسبت 2-0 الحمد لله، وطلعت اول مجموعه. مصطفى معلش بقى، يعني الشيء بالشيء يذكر، طالما الصور بتاع ايه حكايه الشراب ده؟ شراب فرده بيضه وفرده سودة. انت واخدنا يا ابني، ايه القصه دي؟ احكي لي. نوع بس من حاجه جديده في السكواش كده. برافو عليك. يعني انت اللي يعني ما شفتش حد عملها قبل. لا يعني بصوا يا جماعه، لابس الشراب يعني فرده بيضه وفرده سودة، بس حلوه يعني. خلي بالك انت، لا قدامنا هنا واضحه اكتر صح. طب ايه الفكره دي جات لك ازاي؟ لا جات لي لوحدي وانا في الاوضه عادي، يعني انا بلبس كده. كنت رايح ماتش استعراضي قبل كده في امريكا، فقلت لازم اخش بروح جديده يعني، ما عادي. فروحت مغير، ومن ساعتها بقى يعني مشيت على الاستايل ده. على فكره لاحب اللعيبه النجوم او اللعيبه اللي بيبقوا، ربنا يحفظك يا رب، اللعيبه اللي بتبقى ستارز بتبقى عندها حته كده، يعني في مش هربانه منها. لا شويه تخليني مصطفى، مش هربانه منهم. لا انا قصدي حته كده ايه، عبقريه. ما العبقريين على فكره هربانه منهم برضه كده. فبتعجبني فيك الحته دي بصراحه، يعني دي بتديك قلب ميت. كسبنا الماتش الثالث، طلعنا على قبل النهائي. صح؟ كان مع مين؟ مع طارق مؤمن. يا ساتر.
ده بطل عالم. نجم نجم طبعا. طبعا يعني ماتش كمان كان تنشن كبير جدا في الماتش ده. انا قلت انت مش هتعدي مصطفى على فكره. ماتش المشكله ان انا طارق بلعب معاه وانا يعني مش بلعب معاه، هو انا شايفه وانا الجزيره قبل ما اروح النادي الاهلي. طبعا ده كان طفره في حياتي، وعمري ما حتى طلعت مركز اول وانا في الجزيره يعني. كنت دايما بشوف طارق بيلعب، فطارق عنده 33 سنه اكبر وحامل مني، لقب بطل بطوله العالم، عامل لقب طبعا بطوله العالم وبينافس عليه دلوقتي في البطوله الحاليه. فماتش طبعا كان بتنشن منه شويه، دخلنا في تنشنه يعني صعبه شويه. طبعا فماتش دخل في مود تاني، كان لازم استعمل ذكاء شويه في الملعب عشان اقدر اعدي الماتش ده، والحمد لله عملت كده وحافظت على يعني كنترولي في الملعب. خلص كام؟ خلص 2-1. خلص 2-1. الجيم التالت كام؟ لا الجيم التاني كان 11-4. 11-4 يعني، 11 4. يعني انت عديت. هو كان الـ 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 الازمه في تاني جيم. ايوه تاني شوط كان يعني انا كسبت اول شوط وكنت مستريح جدا. بعد كده تاني شوط هو طبعا بخبراته طبعا حاول يعني يدخل قفل الجيم، قفل الجيم شويه، اطلع بره مود الماتش، بس الحمد لله قدرت ان انا اتمالك اعصابي تاني. طبعا الجمهور والدعم الكبير ده يعني، وخلي بالك برضو انت في نقطه دايما بتقولها لنفسك، ان هو اللي يعني الموضوع الشخصيه انت نفسك قلت كده ما كنت معانا قبل كده، الشخصيه بتفرق. حقيقة. يعني انا محتاج اسيطر على نفسي، محتاج اتحكم في اعصابي، مش بس مستوى الاسكواش. لا انا عايز اقول لحضرتك ان انا من ساعه لما طلعت اول مجموعه وكانت الشخصيه حاجه تانية خالص. يعني اول مجموعه وسط المجموعه المود دي كان علي فرج صحيح. ومحمد الشرباجي ومروان الشرباجي كلهم عظماء يعني، فانا حسيت نفسي لا طارق لسه طالع من مجموعته دي التاني. سبت كل التصنيف ساعتها 9 او 12 او هو اول تاني، وركزت ان في البطوله دي لا البطوله دي انا طالع مصنف واحد على المجموعه، المفروض يعني مجموعه كبيره، المفروض ان انا اعدي، المفروض ان انا لازم اعدي، يبقى انا بالطبيعي ان انا اعدي. بالظبط. فكان روح والقلم وهي دي روح النادي الاهلي يعني. طب اتكلمنا على الفاينل. فاينل طبعا بلعب اسطوره من اساطير اللعبه، وواحد انا دايما ببص له في حياتي عامه كشخصيه وكشخصيه رياضيه وكشخصيه بره الملعب وجوه الملعب. تروح شجعه في كل حته يعني، وانا واصحابي كنا في الاجازه مثلا نروح بطوله الجونه، لسه كنت صغير ساعتها، اروح اشجعه واروح اتفرج على تمرينه الصبح. بس خلي بالك كمان ده انت قابلته في البدايه وخسرت منه. خسرت منه. فخلي بالك انت ما بتلعب لعيب وخسرت منه، تلعبه في الفاينل في حاجز كسرته ازاي يا مصطفى؟ ده يعني بعد انا كنت طبعا كل الناس كانت في ظهري ساعتها، جمهور كان كبير جدا يعني، وسبورت طبعا مجلس اداره كان كبير جدا، ويعني المهندس الجرحي كان موجود، محمد الجرحي طبعا سبورت كبير جدا، ولما كسبت قام، ويعني كانت حاجه كبيره جدا وكان مشاعر كبيره جدا في البطوله دي. وخسرت اول شوط ساعتها، وكنت بلعب حلو قوي في الشوط الاولاني، بس خلص كام؟ 11 خلص 14 12 14 12 بعد تعادل نص ساعه، خد نص ساعة الأول شوط. وبعد كده بس ممكن ده يكون كسبك ان انت اجهدته صغير في السن. محمد يمكن لعب البطولة جامد جدا، حسيت ان هو يعني في شوية دروب كده في التاني. في خلص كام؟ في الفتنس الشوط التاني خلص 11-7. 11-7 بعد كده 11-4 11-6. خلي بالك دايما يقول لك ايه في الاسكواش، لو هتخسر الشوط تخسره بطلوع الدرس حقيقة، عشان تبقى بالذات الاولاني. الاولاني ايوه ما تخسروش كده 11 2 11 لا لو خسرته انت عملت كده طلع يعني بذل كل مجهود وفتح الرابع زي ما بيقولوا محمد. طبعا فرق السن وفرق دي الطبيعه. وهنا طب هنا في الشرباجي بعد الماتش قال لك ايه؟ لا كلها يعني انا قلت له انا اسف يعني والله. انا فعلا قلت له انا اسف ساعتها انا كسبتك ان كسبته يعني. انا فاكر اللحظه دي كويس قوي، قال لي لا دي هي دي، انا مبسوط جدا ساعتها في اللحظه دي، قال لي مبسوط جدا انت كسبتني، وان اول بطوله ليك كبيره، انا اكبر بطوله في العالم يعني، ان انت تكسبني وانا قصادك وكده. حلوه الاخلاق دي يعني، انت بتعتذر انت كسبته بالوضع انها منافسه شريفه يعني. يعني برضو اعتذار جميل، وكمان كلامه ليك واللي كتب على تويتر بعد الماتش طبعا. وانا بعد ما برضو في اللحظه دي قال لي احتفل زي ما انت عايز يعني، انا دايما بعد الماتش بحتفل وكده، لكن انت مش عايز تحتفل احتراما ليه؟ لا طبعا ما اقدرش انا احتفل يعني، مع ان الجمهور بصراحه الجمهور كان يعني كان ساعتها ساعتها يعني كان نفسي، بس طبعا لا طبعا لا. ومؤمن كمان محمد كتب لك قال لك انه انت انتظروا الوحش القادم لا لا كتب عنك كويس جدا، الاخلاق في اللعبه وحاجه تضيف للعبه تعليها جامد جدا يعني. ولما يشوفوا التصرف المصريين مع بعض كده الحقيقه ده برضو بيدي طبع، بس باين عليك الاجهاد برضو. انا كنت ممكن محمد باين عليه الاجهاد اكتر منك.
انت طلعت عينه شكلك. انا خلصت ورحت لعبت كوره على طول. كمان دكتور اشرف صبحي رحت لعبت كوره. ودكتور اشرف صبحي كان معاكم بيسلمكم طبعا. اكيد الجوائز بتبقى حاجه حلوه ما تلاقي دعم الدوله كده. طبعا كانت حاجه شرف ليا قوي البطوله دي. انا ما صدقتش نفسي والله يعني وانا في محطوط في الحته دي. ونوران جوهر نوران كسبت معاك. نوران كسبت. نوران كسبت السيدات. كسبت هانيا. كسبت. بس كسبت نور الشربيني صح ولا كسبت؟ لا طلعت نور الشربيني في المجموعات. ايوه انا فاكر. ودي كان فوز كبير جدا. وده من الفوز مفاجاه البطوله. يمكن هو ده اللي كسبها البطوله. ما ده كان نهائي. طبعا طبعا طبعا. وبرده انت بتحتفل بالشرابين برده. لا طب انت بقى بتفتكر بكل ماتش انت لابس الشمال فين ولا اليمين فين ولا يلا اللي بتيجي على البركه. استنى الجديد بقى يبقى نص ونص يعني. لا ده انت ناويها. لا لا يعني قصدي الماتش اللي بعد كده انت لابس في الشمال اهو الاسود واليمين. الماتش اللي بعده بتحافظ على الترتيب ده ولا زي ما بتيجي؟ لا زي ما بكسب على طول بقى. يعني هتحافظ على الترتيب ده. لا ان شاء الله. يعني بقى اللي بس فكره حلوه جميله. اول ماتش يعني غيرت عكست الشراب هنا والشراب هنا فخسرت. فقلت لا قلت لا يا عم خليني امشي على اللي بكس اللي بتكسبه العبه بالظبط كده. لا حلو جميل جدا مصطفى. خليني اقول لك ان طبعا يعني انت روحك دي واهلاويتك دي كان لازم تكون معانا النهارده واحنا ومعانا كاس افريقيا والبطوله بتاعتك. شرف كبير ليا جدا. انا اول ما شفت حضرتك وانا قاعد بره بالكاس كده حاجه يعني انا بصيت كده وقلت الدكتور عزه بره. قلت ما شاء الله هو لحق جه امبارح. طب هاخد رايك في مشهد امبارح يعني طالما انت يعني راجل اتاسفت محمد عندك الاخلاق بتاعت النادي الاهلي وشرباجي قال لك ما تحتفل براحتك ويعني في اخلاق بتاعت النادي الاهلي. لما شفت امبارح النادي الاهلي وطلع ياخد الميداليات وطلع الاحتياطي والمصابين الاول في المقدمه ان هم يستلموا الميداليات خدت بالك من اللقطه دي؟ انا خدت بالي طبعا. حاجه يعني دايما النادي الاهلي في كده حاجات ما فعلا زي ما حضرتك بتقول ما تلاقيهاش في نادي تاني خالص. اللقطات دي دايما هي اللي بتخلي النادي الاهلي دايما نمره واحد. دايما الروح اللي ما بين اللعيبه حضرتك تشوف الروح ما بين مروان محسن ومحمد الشريف. شوف الروح على اعلى مستوى ازاي. ده مهاجم وده مهاجم وده في يعني في نفس المراكز وشايف الروح العاليه ما بينهم. محمد الشريف بيصلح الكره لسليه واحد ممكن يلعبها. خلي بالك حاجه ممكن يلعبها ويجيب بدل ما يجيب جون يجيب اثنين وثلاثه. ايه المشكله؟ لا بيصلحها للسوليه كانه بيشوط ضربه جزاء. لا الروح بتاعت التيم غير طبيعيه. انا ما شفتش الصراحه فرقه كده بالاصرار ده وبالعزيمه دي وكل واحد خلاص اتحط في الماتش ده. اللي بره بيبقى مشجع بغير طبيعي. مشجع غير طبيعي يعني في الملعب. وطبعا يعني كمان لقطه الشناوي امبارح يعني حاجه وعليها حاجه خلاص تخلي الواحد يعني من كتر العظمه قاعد مش عارف تعمل ايه. يقول لك من كتر العظمه جالي صداع. لا طبعا لا صداع من كتر العظمه فعلا. يعني حاجه جميله جدا وده يدل على النادي الاهلي وكاريزمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي هي اللي بتادي للحاجات دي وبتادي للعب العظيم ده. خلي بالك النادي الاهلي وصل. وطبعا دي صوره طبعاً. اعضاء مجلس اداره ومع تيشيرت كابتن محمود الخطيب. بص الفرحه بص التنام حتى الروح اللي ما بين اعضاء مجلس اداره. لا حاجه خلي بالك في مجموعه من اعضاء مجلس اداره سافروا مع كابتن مع الفريق وفي مجموعه هنا. المجموعه اللي هنا كانت يمكن روحها كانت عاليه جدا جدا. يعني مش بس اللي موجودين لا طبعاً. كل المدون ما نذكر اسامي. بشوف الروح اللي موجوده في المجلس اكيد انعكست على بقيه النادي كله. طبعا لا حاجه فخر للنادي. يعني حاجه امبارح كده تخلينا نعيد واحنا مبسوطين. يعني فرحانين بالانجاز العظيم ده. والله دايما انا دايما حتى كان ماتشي مع مروان الشرباجي في الوقت ده كان وانا بسخن. كان تقريبا ماتش الترجي. ماتش الترجي العوده ولا ازاي؟ يوم كان يوم تقريبا 24 او يوم 23. كان في واحد مع الامن يعني امن البطوله وكده كان مشغل الماتش. انا ما يعني انا ما عرفش اسخن. يعني انا قاعد بروح وقاعد ابص معاه وبعد كده ارجع تاني للتسخين واروح وابص معاه وارجع تاني. وجون بقى ولما جه الجون طبعا انا وهو رحنا نطين بقى من الفرحه بجون ولسه قبل ماتشي. فقلت لا ان شاء الله دي بشره خير وان شاء الله انا اخش اكسب. الحمد لله فعلا كسبت الماتش ساعتها. وقلت يعني ساعتها الحمد لله بشره خير مع الفرقه. يعني اهلاوي محترم من العيله اهلاويه. طب خليني اكلمك بقى عن بطوله العالم. انت ما توفقتش تروح الناس بس عشان تبقى فاهمه صحيح. انت ما قدرتش تروح عشان ما خدتش تاشيره امريكا. وانت كنت معايا في الحلقه اللي كانت قبل بطوله العظماء الثمانيه وقلت لي في محاولات ان احنا ناخد التاشيره ودخلنا فيها الوزاره وكان كابتن امير وجيه بيساعدك في الموضوع ده بعلاقاته براجل يعني عاش في امريكا سنين طويله. ايه اللي حصل؟ الموضوع بس يعني موضوع ان احنا كنا بنبعت ايميلات للسفاره والسفاره كان فيه بيبعتوا رد اللي هو سريع كده اوتوماتيك ريبلاي على طول. ان المشكله ان انا رحت شفت السفاره. السفاره عليها ضغط كبير جدا. ما فيش تقريبا واحد او اتنين هم اللي بيشتغلوا وانا عذرتهم بصراحه في الموقف ده. عشان طبعا الحالات الكوفيد وكده واللي هيسافر مش يعني اللي هيسافر يكون عايز يتعالج بره. عايز يتعالج بالظبط. اخر حاجه مش اغرى من الصحه.
طبعا في اولويات كتيره، في ناس تاشيرات خلصانه وفي 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 بالظبط. فانت طبعا عذرهم. الدنيا كانت صعبه جدا، حاولت بشكل كبير جدا ان انا اخدها بدري شويه. ان طب نصيحه، كمل في تاشيرتك عادي، حاول تاخدها. ما هو دلوقتي بتروح كتير يعني، ما تستناش. لا انا خدتها، خدتها يوم السفر يعني. انا كنت المفروض انا طيارتي، دي معلومه جديده. لا طيارتي كانت الساعه 1:30، انا كتبت كده في الصفحات عندي على السوشيال. ما لحقتش تسافر بس. ما لحقتش اسافر، ان للاسف طياره، اخر طياره كانت الساعه 1:30، 1:30 بالليل، واسافر 22 ساعه. 22 ساعه، وكنت هوصل على الماتش على طول يعني. كمان اداره هناك قالت لي هتلعب ماتشك بالليل، وهنعمل البي سي ار الصبح ونشوف النتيجه بالليل، وتستنى النتيجه وبعد كده تخش تلعب. كعبله ومش هتبقى. حسيت ان انا رايح يعني بعد البطوله دي طبعا، راح نفسي على بطوله مش رايح. فشفنا انا والتيم بتاعي في النادي الاهلي وكده، ان احنا لازم يعني كلهم. اول لما انا كان في سنه يعني، اللي هو قلت لهم يا جماعه هل ده وضع ان انا اسافر في الوقت ده ويعني اوصل على الماتش على طول، وفرق التوقيت، وكان نفسي ان انا اروح قبلها باسبوع. بس طبعا كل الشكر طبعا لكابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي ونائب محمد الجرحي، ساعدوني بشكل كبير جدا في ان انا اخلص يعني اخد الفيزا. ان من غير الفيزا دي انا مش هقدر العب يعني، السنه دي كلها مش هقدر العب. ان احنا حتى انا مسافر ان شاء الله امريكا، ان ما ينفعش نخش انجلترا من طريق مصر. محطوطه دلوقتي في لازم نقعد 10 ايام وكده. فلو دخلت من طريق امريكا تخش انجلترا. فكل حاجه بقت دلوقتي بتبقى ترانزيت امريكا ليها علاقه بالظبط. لا خليني، انا عايز اعرف منك برضو تفاصيل واجندتك اللي جايه، بس خلينا نطلع الفاصل. اعزائي المشاهدين، نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مصطفى عسل، نجمنا في السكواش والترتيب التاسع عالميا، وبطل طبعا بطوله العظماء اللي فاتت، والكاس معانا اهو بينور الاستوديو ونور الابطال. مصطفى خليني اقول ان دي محطه في حياتك البطوله دي، يعني انا كراجل مشاهد ومشجع ليك ومحب ليك، شايف ان دي بطوله فاصله. كل اللي فات زي ما بيقولوا حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. انت بقى دلوقتي بطل ما شاء الله، انت قبل كده كنت بطل بس دلوقتي بقيت اسم. الفتره اللي جايه عايزه شغل كتير وعايزه بتفكر لها ازاي؟ لا فترة يعني، انا بقول دايما كل حاجة نصيب يعني. انا ما سافرتش بطولة العالم، شايف ان انا كان ممكن لو انا سافرت كمان هيبقى عليا ضغط كبير جدا، كنت محتاج ان انا اركز فيه. ان انا ما لحقتش بعد البطولة كمان، كان كل ذهني في حتى قلبت نومي يعني، قلبت نومي خليته بقت 7 الصبح. برافو. عشان لو جالي في اي لحظة ام مسافر على طول 7 ساعات توقيت. كنت بس 7 الصبح، وطبعا كان عندي مشاوير برضو ان انا اخلصها في السفارة وكده، فكنت بصحى الدنيا كانت مش متظبطة معايا شوية على قد ما اقدر يعني. كنت بلعب بالليل قوي وبعمل فيتنس بالليل قوي، فاعتقد يعني دي احسن فرصه ان انا اهدى شويه وابتدي استعد تاني واجهز اول تاني. حاجه ليك امتى يا مصطفى؟ اول حاجه ان شاء الله بطوله انجلترا المفتوحه يوم 16/8. ده خلاص، ده احنا بنتكلم في شهر ان شاء الله. شهر ان شاء الله. وطبعا لازم اخش امريكا الاول زي ما حضرتك عارف. تطلع من امريكا يعني، كانت في امريكا يعني عزل او حاجه ولا اوتوماتيك يعني مجرد ترانزيت بس؟ لا مجرد أو حاجة؟ مجرد لا مجرد انا هناك على طول. مجرد انت كونكشن جاي من يعني من امريكا على انجلترا. لا انا رايح قاعد من انجلترا يعني، ان شاء الله مسافر كمان الاثنين الجاي كده على يوم 27 ان شاء الله. رايح امريكا الاول؟ رايح امريكا. هتقعد حاجه ولا برضه ترانزيت؟ يعني لا. تاتش وتروح على طول تاتش، بعد كده اروح على انجلترا ان شاء الله. بس يعني هقعد مثلا بتاع اسبوع 10 ايام هناك في امريكا، عشان لازم اقعد في امريكا 10 ايام قبل ما اخش انجلترا. ايوه، ما انا قصدي سؤالي. ايوه انت هتنزل تحت هتقعد في امريكا 10 ايام. 10 ايام لازم. مجهز تمرينك فين؟ مجهز كل حاجه فين؟ في نيويورك ان شاء الله. نيويورك فين؟ ما نيويورك فيها جامعات كتير يعني هو قريب من نيويورك. بروكلين. بروكلين تمام. بروكلين في كامب هناك. كامب هناك مستنيينك ولا عاملين الكامب عشانك؟ هتلاقي هناك مستنيينك تروح. هناك لذيذه جدا، وهناك عند برضو ده هيبقى حدث ان انت رايح. لاعب سابق برضو في الاهلي اسمه مصطفى عصام. مصطفى يعني من اجدع الشخصيات ممكن قابلها في حياتي. بقاله 3 سنين هناك. بقاله 3 سنين صح. كان بيلعب في اسم النادي الاهلي، وكان بطوله عالم برضو شباب مع الاهلي. هو اللي مجهز لك الكامب ده. مجهز لي كل حاجه. هتتمرن اسبوع. اسبوع ان شاء الله. وبعد كده هتطلع على انجلترا. بعديها على انجلترا ان شاء الله. هتقعد مثلا من 27 قول اسبوع، تروح على يوم 3 او 4 8 صح؟ يعني اروح في الحدود دي. يبقى عندك 12 او 13 يوم قبل البطوله. ان شاء الله. حلوين قوي دول. ليه بقى؟ لان انت هتلاقي هناك المستويات راحت. بالظبط. يعني هتلاقي مثلا معرفش مين مشارك من مصر، اكيد الشرباجيه. لا ما ان شاء الله رايح اقعد مع محمد الشرباجي ان شاء الله. اقعد اتمرن هناك. هم عايشين هناك في انجلترا. هم عايشين هناك في انجلترا. فاتمرن معاه وبعد كده ان شاء الله اروح على يعني على البطوله. هنروح مع بعض يعني. يا
يعني انت منسق مع محمد؟ اه منسق معاه. بتمرنوا فين في لندن نفسها مش كده؟ جنب لندن شويه بلد اسمها بريستل كده وبنروح يعني هتمرن معاه طبعا تمرين قوي جدا وانا كان نفسي ان انا اروح اتمرن مع محمد واشوف بيتمرن ازاي يعني وكده. طب انا اعرف ان محمد الشرباجي بيروح لمحمد صلاح. اه طبعا وهما الاثنين صحاب. اه هتاخد فرصه وتروح لمحمد صلاح؟ يعني يا ريت ده هيبقى شرف ليا كبير جدا طبعا. طب تنسق مع محمد لو عندك يوم وتروح وابعت لنا الصور يا مصطفى ابعت لنا انفرادات يا حبيبي نفسنا في ماتش اي حاجه نتفرج لها. بس هو عنده كامب هو دلوقتي في النمسا بتهيألي انا عارف بس يكون رجع انجلترا خلاص. لو هم على علاقه مقربه جدا هم الاثنين وبينزلوا مع بعض ويعني طب انا بديك هوك اه نسق مع محمد الشرباجي ده سر ما تقولش لحد. لا اه ما حدش سامعنا ولا حاجه. ونسق الشرباجي وروح احضر تمرينه لمحمد صلاح وخد لك صورتين كده وابعتهم لنا يا عم مش مشكله. ايه رايك كده غششنا متعشم يعني. قصدي اقول لك ان انت فرصه انت هناك ومحمد صلاح بامانه عمل لنا فرشه حلوه قوي كمصريين في انجلترا بصراحه. هي كانت موجوده من قبل كده طبعا بس الفرشه بقى كسوبر سوبر ستار. طيب انت بطوله بريطانيا المفتوحه بتبقى اقوى من بطوله العالم انا رايي كده لان هم بيختاروا مش اي حد بيشارك لازم تبقى رانك في بلدك فكل اللي رايحين ابطال فهي بطوله عالم مصغره حقيقي. وربنا طبعا يحفظك من الاصابات وكل حاجه. كم واحد تقريبا من مصر هيشارك؟ كله مشارك كله يعني كله مشارك. لا هي مجرد يعني كل البطولات بتبقى جامده جدا مجرد بس ان هي اختلاف اسماء البطوله يعني من بطوله عالم من بطوله الثمانيه من بطوله العظماء الثمانيه من بطوله انجلترا كلهم خلاص ما انتش تخيل كلهم على مستوى واحد بس بتفرق بس خاصه البطولات قلت كمان عشان كورونا بس البطولات جايه كتير. ده انا كنت خايف منه موضوع الفيزا ان البطولات كلها دلوقتي في امريكا وخلاص يعني في مثلا بتاع 6 بطولات جايين لغايه شهر 2 الجاي في امريكا خلاص امريكا فتحت الدنيا تمام انجلترا برضو بطولتين هم طب انت عشان تسافر امريكا بتعمل بي سي ار هنا صح؟ بي سي ار هنا واول ما بتروح هناك البطوله بيعملوا لك بي سي ار بروح هناك اعمل بي سي ار خلي بالك وانت راجع مصر بتعمل بي سي ار بي سي ار برضو وانا اخش هل بي سي ار يعني في امريكا سهل يعني انت يعني احنا في مصر هنا بنعمل بي سي ار بنقعد يوم ليها اجراءات معينه بتاخد ختم سفر وزاره الصحه منظمه الموضوع هايل. في امريكا البي سي ار بيتعمل في صيدلات انا اعرف في صيدلات كبيره يعني بدون ما نقول اساميها في امريكا عارف هتعملها ازاي ولا هو الاتحاد الدولي هو اللي منظم لا انا بتكلم وانت راجع مصر وانا راجع لا مش عارف الصراحه يعني بس راجع مصر لازم هتعملها من هناك بس هما برضو بيقولوا لك يعني البي سي برضو منظمه المحترفين بيقولوا لك انت هتروح تعملها فين والناس مختصه بالظبط كده عشان تاخد قبلها بقد ايه وكده وبتاع بتتعمل في صيدليات هناك كبيره مجموعه صيدليات انا اسمع كده برضو بتعمل مش واحده بس كان اكبرهم صيدليه هناك انا هناك الدنيا خلاص يعني الدنيا فتحت ماتشات الام بي اي دلوقتي والصاله مقفوله انا قلت يا رب ايه هو مفيش كمامات مفيش حاجه خالص مفيش حاجه الدنيا اختفت خالص يا رب يا رب ان شاء الله مصر برضو تبقى كده يعني التطعيم ماشي بسرعه اهو ان شاء الله لا بشكل كبير جدا خلاص يعني الحمد لله احنا قربنا نقضي على كورونا هنا في مصر يعني ان شاء الله. طب ست بطولات في امريكا هتشارك فيهم ان شاء الله يعني ان شاء الله دي بتجمع منها نقط يا مصطفى بجمع منها نقط عشان اقدر اوصل للتصنيف يعني زي ما قلت لحضرتك انا الحمد لله كنت بركز على البطولات اكتر من التصنيف صحيح. التصنيف بيتعدل مع مرور سنه يعني بيبقى كل شويه بتعدل بس الحمد لله والله كنت بقول لمدربيني انا ماليش دعوه بالتصنيف خالص انا كل بطوله عايز اخشها عايز اركز فيها خلي بالك اللي انت عملته ده اللي خلاك تشترك في دي حقيقي لا انا عايز اقول لحضرتك انا كان موضوع الفيزا برده كان شاغل دماغي وانا في البطوله انت قلت لي بس انا رحت شايل خالص قلت لا يا جماعه بقول لكم ايه بصوا نركن موضوع الفيزا ده على جنب خالص ركز في البطوله دي ان شاء الله اكسبها مش هحتاج اصلا ان انا اسافر خلاص فقلت لهم يعني هتبقى يعني هتديني نقاط وهتديني وضع ممكن لو لا قدر الله ما رحتش بطولة العالم تكون دي تعوض بالظبط طبعا بطولة العالم مهمه وكل حاجه بس انت خلي بالك ان شاء الله سنك صغير لسه قدامك يعني العمر يعني طيب خلينا نقول على بطوله انجلترا المفتوحه طيب انت بتروح من غير مدرب صح؟ يعني للاسف في الوقت الحالي ده واللعيبه الثانيه بتروح من مدربين يعني مثلا سيبك من محمد ومروان لان هم قاعدين في انجلترا تمام فاكيد معاهم مدربينهم انا بتكلم على اللعيبه المصريين في العادي بيروحوا مدربين ولا لا؟ المفروض انا بروح يعني دايما بروح بمدربين وكده بس للاسف ان فتره الكورونا دي برده هبقى اكون بعيد عن المدرب بتاعي فللاسف الموضوع هيبقى صعب شويه مش هقدر اشوفه حتى كمان الكوتشنج بقى ممنوع ان انا يعني المدرب بتاعك يكاتشن لك ممنوع دلوقتي في الفتره الحاليه مش عارف ليه يعني بس حتى بين الاشواط حتى لو تكلموا يعني لو هو بره حتى كده اي كونتاكت كده ممنوع لا ممنوع طب انت خرجت من الملعب بين الشوطين قعدت جنبه ممنوع يعني انت بتبقى في الملعب لوحدك ممنوع حتى لو هو هناك زي التنس يعني حتى لو هو هناك عشان بيعملوا زي قانون كده زي التنس ان هو منعا للمراهنات ان هو في برضه مراهنات على السكواش كبيره جدا فبيقول لك ممكن ما نضمنش المدرب بتاعه هيقول له مثلا في مراهن عليك كذا 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 فيخسر يظبط لعيب عايزين كوتشات بره اللعيب معزول بيلعب ومش عارف ايه بيحصل بره الملعب بالظبط خلاص بقى يكتبوا يعني اللاعبين لعيبه امريكيه اماندا صبحي كان في البطوله الاخيره دي كاتبه ورقه يعني ورق
وبتراجع عليه في من الشوطين يعني، ان هو اعمل ايه كذا كذا عشان اكسب كذا، اعمل ايه عملوا ايه هي عامله نفسها ورقه، عامله نفسها ورقه كوتش. لا فيش كوتشي، هو مديها ورقه كده زي ايه برشامه كده قبل بالظبط كده. خش بيها تحفظ معاك يا بنتي في الماتش، وخد يا حبيبتي الورقه دي عشان نفس الكلام انت هتطلع ببرشامه من هنا. يا ربي طب اوعى تاخد برشامه بتاعت ماتش تاني ولا حاجه، انا نسيبها على الله. هنا دي ورقه ودي مذكرات المراجعه. لا ركز والنبي يا مصطفى. لا بس انت ان شاء الله ماشي كويس وربنا يحميك يا مصطفى وربنا يوفقك. يعني الحلقه عدت بسرعه يعني. لا والله انا بحب اشكركم على الدعم الكبير جدا يا كابتن هيثم من اول يوم يعني، وبحب اشكر يعني كل المؤدين على البرنامج هنا بيتي والله. يعني انا بكلم حضرتك حاسس في بيتي على طول دايما، وبحب اشكر الدكتور عزه وناجي ورشاد، الناس صراحه عاملين مجهود كبير جدا معايا على السوشيال ميديا ودايما متفاعلين مع. بحب اشكر الجمهور كله طبعا على السبورت الجميل في البطوله دي، وكانت الحمد لله انا قدرت اوصل روح النادي الاهلي دي في البطوله، والحمد لله انا كسبتها. وطبعا في الاول وفي الاخر بهنئ طبعا افريقيا وجمهور النادي يعني بافريقيا طبعا، دي اسعدتنا كلنا. مش قادر اقول لك عيلتي كلها سعيده ازاي يعني احنا قعدنا نتنطط امبارح. انا عايز اقول لك مدربي محمود عبد القادر النهارده ما عرفش يمرني، ان هو قعد 3 ساعات في الشارع، 3 ساعات في الشارع بيتنطط. قال لي انا يعني ما كنتش سعيد كده في حياتي حتى انا وانا صغير. ان شاء الله هجيب طبعا اكيد قبل بطولتك اكيد هنشرفنا ونشوف طبعا الشغل اللي بتشتغله. نورتني وشرفتنا يا مصطفى بجد، حاجه حسن. جميله ونورت قناه النادي الاهلي. انا خليك شكرا جدا ودايما كده معاك ان شاء الله، وميرسي لحركه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع مصطفى عسل نجم ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ، يا رب يحفظه يا رب ان شاء الله من الاصابات ويحميه ومزيد من الانتصارات ليه. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه جديده مع الابطال.